وسط حضور لفيف من وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وعلى رأسهم الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف شربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، واللواء أركان حرب خالد شعيب محافظ مطروح، والفريق أحمد خالد سعيد محافظ الإسكندرية، بالإضافة إلى أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين بجمهورية مصر العربية. احتفلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بتخريج أول دفعة للأكاديمية بمدينة العلمين. شرفني أن أشارككم في اليوم هذه الفرحة بالنيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء في حفل تخرجكم في مدينة العلمين الجديدة. هذه المدينة التي تمثل مع المدن الأخرى التي تنتهجها الدولة حاليا نموذج للتنمية المستدامة، نموذج للمدن الذكية. هذه إحدى المشروعات الاستراتيجية الهامة التي تحقق رؤية الدولة المصرية لتحقيق مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة في المناطق الساحلية، بما يسهم في تعزيز الأمن القومي وتحسين مستوى المعيشة لما تتمتع به من مشروعات التنمية العمرانية والاقتصادية بالإضافة إلى مكانتها السياحية وموقعها المتميز. نشهد اليوم تخرج أول دفعة من أولادنا من الأكاديمية المحلية. هناك مقولة أن الجامعات تبني مجتمعات، مثل ما نشاهده من جامعة أكاديمية محلية وكذلك جامعة العالمين وجامعات أخرى بدأت في طريقها في مدينة العالمين الجديدة. علشان كده دايما بنقول ان الجامعات هي نواة لتنمية العمران في المدن الجديدة. النهاردة الأكاديمية بتثبت للعالم كله تحقيق رؤية مصر 2030، رؤية الحكم الرئيس عبد الفتاح السيسي ان العالمين لن تكون فقط مدينة للسياح. طبعا شيء جيد ان احنا نكون عندنا مدينه سياحيه زي العالمين، لكن الحياه ستستمر فيها طول السنه، واحنا ادينا هذا المثال. والنهارده افتخر واعتز بتخرج الدفعه الاولى، ليس فقط من الاكاديميه، لا من العالمين. يعني اول جامعه تخرج من العالمين الجديده سيكتب التاريخ انها كانت الاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. طبعا شكرا لدولة رئيس الوزراء لما آمن بالفكرة في 2018 وقعنا اتفاقية إنشاء فرع الأكاديمية في العالمين. النهاردة فخورين وبنهدي هذا الإنجاز لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وللحكومة المصرية والأهل مصر. تشوف النهاردة كل يوم وانت بتيجي الأكاديمية لا أكتر من 300 مريض من أبناء مطروح، من بوابة الحمام لغاية سيوة، بيجوا ياخدوا أرقى رعاية صحية هنا في الأكاديمية في مستشفى طب الأسنان، من بكرة إن شاء الله في مستشفى الطب البشري. فهو ده الرسالة اللي بنقولها. 380 خريجا من كليات طب الأسنان والإدارة والنقل الدولي واللوجستيات والذكاء الاصطناعي من فرع الأكاديمية بمدينة العالمين الجديدة، بعدما بدأوا التدريس بها عام 2019 حينما كانت صحراء. احنا ابتدينا الاكاديميه كليه الاداره وهي كانت صحراء، احنا النهارده بنتكلم في مدن من مدينه الجيل الرابع. فانا يعني بقول للشباب اللي بيتخرجوا احنا قدمنا لهم فرص تدريب وفرص ان شاء الله توظيف جاهزه اول ما يتخرجوا ويكتسبوا ان هم في مدينه زي مدينه العالمين سمارت سيتي. وطبعا احنا شايفين احنا مدينه مش بس في الصيف، احنا مدينه موجوده طول السنه.
فبقول للشباب يكتسحوا ان هم اول دفعه بتتخرج من مدينه العالمين، وهم دفعه طبعا فريده ولازم يعني يستغلوا ده كويس جدا. انا من خريج الاكاديميه، لما كانت الاكاديميه بتنشئ مقرها الرئيسي في الاسكندريه، فانا بشوف الاكاديميه عملته من 50 سنه بتعيده في العالمين وبقوه، وبكليات جديده زي كليات طب الاسنان والطب البشري والذكاء الاصطناعي، واولادنا اللي بيتخرجوا السنه دي او الترم ده بقى بالذات، يعني اللي هم طب الاسنان والذكاء الاصطناعي، هم البايونيرز، هم القاده اللي هيبقوا سفراء الاكاديميه في المجتمع المصري، بقوة تعليم، بكفاءة تعليم، بتدريب، بمهارات، بالفعل ما خدوهاش في أي حتة تانية. رؤية مصر 2030 بتقول إيه؟ جعل مصر مركز تجارة عالمي لوجستي. مين اللي هيحقق هذه الرؤية؟ كوادر بشرية مصرية، القيادات المصرية الشابة. مين اللي هيحقق، مين اللي هيأهل هذه الكوادر؟ الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بما فيها من كلية الوحيده في مصر والشرق الاوسط، وهي كليه النقل الدولي والوجستيات. وتخيل بقى ان العالمين المدينه الجديده، المدينه الرابعه، وفيها هذه الاكاديميه الراقيه، وفيها احد الكليات التي ليس لها يعني طبعا مثيل او لها مناظر في مصر والشرق الاوسط كله، وهي كليه النقل الدولي والوجستيات، بتدعم ركائز، احد ركائز الاقتصاد القومي، وهو النقل، قطاع النقل والقطاع السياحي والقطاع الطبي، من خلال التخصصات المختلفه اللي هي المتعمقه طبعا في مجال اداره اللوجستيات وسلاسل الامداد. تعد الاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري صرحا علميا يمثل رمزا للشراكه بين التعليم والابتكار، حيث تعد اول جامعه انشئت في مدينه العالمين الجديده، تقوم بتخريج كوادر مؤهله تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي، وتساهم في دفع عجله التنميه. من مدينه العالمين الجديده، محمد أبو شنب لبرنامج على مسؤوليتي.